لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون، ومفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين، أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وأوجب مودتهم في كتابه. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، واللعن الدائم المؤبد على أعداء آل بيت محمد من الآن إلى قيام يوم الدين. تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذه الحتمية التاريخية والقرآنية والحتمية الواقعة التي لا مجال لأن تكون فكرة أو نظرية، هي ظهور قائم آل بيت محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الإمام المنتظر قراءة في الإشكاليات، هو عنوان لموسوعة من ستة أجزاء لسماحة المربي والعلامة السيد عبد الله الغريفي. تميزت هذه الموسوعة بميزة فريدة ما تجدها في أي كتاب طرح فكرة المهدي المنتظر والإشكالات القديمة والمعاصرة في هذا الكتاب، وما ساق رواية إلا وحقق فيها تحقيقا رجاليا وسنديا. ولعلك لا تجد هذه الميزة في أي كتاب. قرأنا الكثير من كتب تتكلم عن روايات الإمام المهدي المنتظر، لكن يصير الجهد بعد ذلك على القارئ، يقوم يتعنى ياخذ الرواية يحقق فيها في كتب ثانية، في السند، في المضمون، في الرجال. السيد الغريفي في نفس الكتاب وفر على الباحث هذا الجهد، يجي لرواية رواية يحقق في دلالاتها ومضمونها وسندها الرجالي، ثم يسترسل في الموضوع. وهذه ميزة فريدة. ولعل هذا الفقير قد قرأ بعض من الكتب عن الإمام صاحب العصر والزمان، لكن لم أجد كتابا بهذا الضبط وبهذه الدقة وبهذه العناية في استخلاص الفكرة بشكل واضح، واستقصاء كل التاريخية والمعاصرة حول فكرة صاحب العصر والزمان. أنا لما أقول فكرة الإمام صاحب العصر والزمان لأني في مقام البحث، وإلا هي حتمية خلاص خالصين احنا من هاي الموضوع، ولكن إذا كان الباحث في مقام إثبات الشيء يقول فكرة إلى أن يتم اعتمادها، هو هكذا تعود الباحثون. فيناقش فكرة الإمام المهدي المنتظر بإشكالات عديدة.
طبعا احنا ما راح نجي الى كل الاشكالات، نقف على بعض العناوين المهمة التي هي بحاجة اليها، يعني خصوصا شريحة الشباب يحتاجون الى هالعناوين في زمن مليء باللوثات العقائدية، خصوصا المدعين اليوتيوبات اللي تشوفها تجي كل مرة فترة تخرب عقول بعض شبابنا في الإمام صاحب العصر والزمان. ولذلك مهم جدا أن أركز على هذه النقاط. الإشكال الذي طرحه السيد، الإشكال الأول، أن فكرة الإمام المهدي المنتظر إنتاج العقل الشيعي، وهذه إشكالية طائفية بحتة، تريد تأطر قضية الإمام المهدي في إطار طائفي. إلا أن السيد يعني أبدى وجهة نظر جميلة، يقول إذا واحد قال أن فكرة الإمام المهدي يريد من خلالها يؤطر الفكرة بإطار طائفي أنها من نتاج العقل الشيعي، يقول نحن لا نتبرأ من هذه التهمة. يقول ما نتبرأ، ليش نتبرأ؟ لأننا نعتقد أن الفكرة الشيعي نتاج فكر النبي محمد. يقول هي عقيدتنا احنا، النبي اوصل امه وقال كتاب الله وعترتي اهل بيتي، ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا، واحنا على هالطريق اللي رسم النبي اذا صلى الله عليه واله. العقل الشيعي نتاج عقل الاسلام، اذا بهالشكل احنا ما نتبرى من هذا، لأن هذا العقل نتاج عقل الإسلام، عقل النبي صلى الله عليه وآله. إلا أنه مع احتمال الذي يريد منه هذا المستشكل أن يؤطر فكرة الإمام المهدي بإطار طائف فكر الشيعي، قال السيد لقد وردت روايات بالعشرات بمصادر مختلفة من كتب المسلمين وأمهات كتبهم، وعددها الصحاح الستة وكتب التفاسير كتب السند مثل البيهقي والذهبي والعقيلي ابن القيم ابن حزم، كل هذه الكتب روت أحاديث المهدي المنتظر. ممن روتها؟ من النبي، من النبي، روايات من لسان النبي صلى الله عليه وآله. وبالتالي يسقط هذا الإشكال ويتهاوى أمام مصادر وكتب مسلمين روت روايات الإمام المهدي من النبي مو من العقل الشيعي. وإذا تم تأطيرها في العقل الشيعي هذا اتهام إلى كتب المسلمين، نسف إلى كل كتب المسلمين، أنتم كلكم هاي الروايات اللي رويتونها كلها غلط. ليش؟ قال لأن فكرة المهدي من إنتاج الشيعة. لا، إحنا نرويها، ما لنا علاقة إحنا بالشيعة، هم يقولون كتب المسلمين إحنا نرويها. ولذلك يتهاوى سريعا هذا الإشكال أنه من إنتاج العقل الشيعي، باعتبار أن أمهات كتب المسلمين روت أحاديث المهدي المنتظر ومن لسان النبي صلى الله عليه وآله. بعد ماكو بعد سني شيعي وقت النبي صلى الله عليه وآله أدلى بهذا الأمر. هذا واحد. الإشكال الثاني، قالوا بأن فكرة المهدي المنتظر وقع التسريب من هم يسمونه بهالاسم هذا، المسخ المعرفي الشيعي تسرب إلى كتب السنة، وسربوا رواياتهم إلى كتبنا كتب السنة، وقمنا نقول فكرة المهدي وفكرة المهدي. وهذا لغط كبير، تعرف ليش؟ لأنه طعن للذات، كان أنت تطعن نفسك. راح أبين لك الآن، أنت إذا تقول روايات المهدي متسربة من الشيعة إلى السنة، أولا هذا اتهام إلى علماء المذاهب السنية وللكتب اللي روت الإمام المهدي، بأنهم لا ليس عندهم رعاية ولا وعاية إلى الروايات، بحيث روايات بهالكم الهائل تتسرب من الشيعة إلى السنة. وانتوا وش سوون قاعدين يعني؟
هذا اتهام عقلية العلماء كلهم. كيف مرت هالروايات؟ وتعال ايش معنات اذا يقولون، اذا قلنا تسرب شوية قطرة ماء في البند قلها يتسرب عندنا، لا رواية روايتين ثلاثة تسربت، يلا امن مشيها 10 روايات، يلا يلا نبلعها بعد. معقولة 100 رواية تتسرب من الشيعة؟ يسمونه تسرب هذا؟ هذا يسمونه عدم دراية، فاتح الباب للشارع والوارد، هذا معناتها، هذا اتهام. ولذلك لا يمكن أن يصمد هذا الإشكال. ليش؟ باعتبار أن الروايات من النبي صلى الله عليه وآله، هذا 1 2 مو رواية ولا روايتين. شيخ علي الكوراني عند كتيب جمع في كل أقوال أهل السنة في الإمام المهدي، تقريبا صار له 250 صفحة إلى 280 صفحة، وكل صفحة روايات. هاي كم رواية هذه؟ 10 بل مئات الروايات مجموعة في كل هاي كلها. نروح نقول تسرب، هاي ما يسمونها تسرب، هذه هاي معنات أنت فاتح بابك للشارع والوارد. ولذلك يتهم أيضا كتب المسلمين بعدم الرعاية والوعاية إلى الروايات هذه. زين، فتهاوى أيضا تهاوى هذا الإشكال. 3 قالوا، وهذا منسوب إلى الكاتب المصري أحمد أمين المصري في كتابه ضحى الإسلام، هذا إيش قال؟ هذا يقول فكرة المهدي فكرة طارئة. شو يعني فكرة طارئة؟ والله الشيعة تعرضوا إلى نكبات وقتل الحسين سلام الله عليه، أحسوا بالكثيرة وتألموا من ذلك، قالوا شلون نحافظ الآن على روحية ونفسية أتباعنا، يلا نسوي لنا هالقضية هذه، ما يخالف وصبروا إن شاء الله، أكو واحد بيطلع آخر الزمان وراح ياخذ بحقكم وراح ينشر العدل وراح يعيد الحكم إلى نصابه بدل ما انتقل الحكم إلى بني أمية وبني العباس، وهدأوا الخواطر مثل ما نقول مثل حبة بندول بنجوا روحهم بقضية قالوا أن الإمام المهدي، ويلا اسكنوا شوية واهدأوا لتطيب الخواطر ومسح الجراحات. هذا إشكال منه؟ إشكال أحمد أمين الكاتب المصري في كتابه ضحى الإسلام. هذا يستسخف العقول، تعرف ليش؟ إذا النبي راوي الروايات، أنت يعني ما قرأت الروايات ولا طالعتها؟ النبي اللي راوي الروايات، أي مو نتاج إرهاصات خاصة في زمن معين وحدث ما بعد النبي، روايات اللي رويت عن الإمام المهدي واللي نقلها المسلمون عن النبي صلى الله عليه وآله. ثم تعال أنت وين عقلك؟ أنت تعرف قضية المخلص في آخر الزمان قضية عالمية، مو قضية أنت تريد تأطرها بحدث سياسي معين، وقاموا الشيعة وابتكروا هذا الشيء لمسح الجراح وتهدئة الخواطر. لا، القضية عالمية، مو قضية محصورة بزمن. انجيل المسيح قالوا احنا ان شاء الله ننتظر مخلص في اخر الزمان، المسيح يملأ الارض قسطا وعدلا. انتون اليهود قال ننتظر المسيح من ولد داود يظهر في اخر الزمان. انتون يا زرادشت قال ننتظر زرادشت يظهر في اخر الزمان. بوذا قالوا احنا الهندوس ننتظر بوذا يظهر في آخر الزمان مخلص. انتون يا هندوس قالوا الإله في شنون ننتظر آخر الزمان يظهر ياخذ بحقنا. قضية عالمية وجود المخلص مع اختلاف الاسم والمهدي أو غيره، مخلص يظهر آخر الزمان، هذه القضية ثابتة في جميع الأديان. لج انت تأطرها بإطار الشيعي، وثانيا وتتهم أنها وليدة أحداث وإرهاصات تاريخية، ويلا حتى بس يهدؤون من نفسهم. إذن هذا يتهاوى أمام كثير من الروايات، وهذا ضرب وطعن أيضا إلى كل أئمة المسلمين اللي رووا روايات الإمام صاحب العصر والزمان من هذا الاتهام أنها وليدة إرهاصات سياسية. زين، هو هذا نفسه تجرأ بعد ذلك إلى إشكال جدا خطر، وحتى تعرف تاريخ هذا الإشكال سأتي بعد شوية بالتفصيل. قال أن فكرة المهدي خرافة،
سميها خرافة، قل خرافة قضية المهدي المنتظر. وهالجرأة صارت عليها ضجة من علماء الأزهر على نفس أحمد أمين الكاتب المصري، قالوا له تعال انت هي خرافة، يعني شلون يعني هي الذهبي وابن القيم ابن حزم العسقلاني البيهقي صحاح الستة الترمذي ابن ماجه فلان فلان أحمد ابن حنبل كلهم دلين عاشوا خرافة، يعني صير هذا خرافة جت من عصر النبي ونقلها النبي خرافة؟ يكون واحد يحترم عقله شوية. خرافة تنتقل من العهد الأول إلى زمننا هذا تصير خرافة بهالشكل؟ ما يصير قضية تنتشر بهالشكل في جميع كتب المسلمين، مو كتب المسلمين في تخصص معين، تفاسير تروي، الروايات تروي، كتب التاريخ تروي، كلها بأنواعها بأشكالها. هذا اتهام عام لكل عقول هؤلاء، عقل الأمة كلها. السيد الغريفي يجي يبحث، لأن هاي شوية جريء، شو يتهم فكرة الإمام المهدي بالخرافة؟ يقول هاي فيها جرأة، هاي ما تجي من فراغ. قدم بحث تاريخي حول من بدأ وجرأ هذا أحمد أمين الكاتب، وليومك هذا يومية تسمع يطلعون لك بعض النشاز في الأمة اللي دائما مأزومين من الداخل، يريد يفرق الأمة. زين يا الله الأمة متوحدة على هذا الأمر، على وجود المهدي اللي بيظهر في آخر الزمان، بعد نفترق ليش؟ مو موجودة أصوات نشاز تريد تفرق. هذه الأصوات شنو جذورها؟ اللي أول من تجرأ، يقول السيد الغريفي، وجد حسب رأيه أن أول من تجرأ في التشكيك في روايات الإمام المهدي هو ابن خلدون، هو أول واحد. هذا زين، هذا لما تكلم شو ايش قال في بداية الكتاب وايش قال في النهاية؟ يعني تناقض واضح. وهذا ردوا عليه كتب أئمة السنة أيضا وفقهائهم، ردوا على ابن خلدون. حتى أحيانا تنصدم، يعني تسمع عالم اجتماع وأديب معماري على مستوى الأدب والعالم العربي يتبجح به ويفاخر به أمام العالم ابن خلدون، ما تتوقع بعد ذلك يصير تصرفه بهالشكل أمام روايات الإمام المهدي. لذلك ردوها عليه بشكل واضح، ترى راح أجيب لك الآن ايش قال في بداية الكتاب، أسمعك وايش قال في نهاية الكتاب. هو بنفسها ابن خلدون يقول: اعلم أنه لا بد، أو اعلم أن المشهور بين كافة المسلمين. إذن أنت تتروي الآن إجماع كافة المسلمين، اعتراف منه. اعلم أنه المشهور بين كافة المسلمين أنه لا بد من رجل من أهل البيت، هو يقولها، يظهر في آخر الزمان يؤيد الدين ويظهر العدل، اسمه المهدي. جميل جميل جدا هالعبارة، توحدنا. هذه العبارة كفاية، ما نبغي تفاصيل. تعالوا يا مسلمين نتوحد على عبارة ابن خلدون. أكو واحد رجل من أهل البيت بيظهر في آخر الزمان اسمه المهدي، وكل واحد بالنسبة للتفاصيل عليه بمسؤولية وخصوصيات مذهبية، لكن جميل جدا أن نتفق على هذه، توحدنا وتوحد كل المسلمين، بدل أصوات النشاز اللي تتهم هالفكرة بالخرافية، الذي منهم هو نفسه آخر الكتاب يسقط جميع الروايات في المهدي. باقي شوية يقول خرافة، يتنكر لها تنكرا واضحا، ويقول وكأنها من الأساطير، كأنها مثل قصص الخرافية اللي ترويها العرب. هو نفس هذا ابن خلدون، هذا هو اللي جرأ أحمد أمين أن يقول أن فكرة المهدي فكرة خرافية. ولذلك قامت قيامة علماء الأزهر، أكو واحد يسمونه أبو عبد الله المكي من بلاد فاس، هذا تاريخي مرموق
وكتب الشيعة تأخذ منه معالم مكة والمدينة، يعتمدون عليه ترى في معالم مكة والمدينة، هو هذا نفسه. قال له يا ابن خلدون لست من أرباب هذا المجال، ايش دخلك في الروايات وماكو إمام مهدي وكذا وأسقطت الروايات. هو يرد عليه يقول هذه روايات نحن نؤمن بها ونعتقد بها ويعتقد بها جميع علماءنا، انت ايش دخلك في هاي الموضوع؟ اكو واحد يسمونه شيخ عبد المحسن العباد بعدها مرد عليه قال له لست من هذا الميدان ولست من أرباب هذا العلم، أنت أديب ومؤرخ ولست روائي، وما أدراك بعلم السند والرجال، إنما هو علم، هذا الشيخ يتكلم يقول إنما هو علم البيهقي والذهبي وابن القيم وابن ماجه والترمذي. يقول أنت شدخل في القضية هذه؟ أنت قالوا عالم اجتماع وعالم معمار وعندك مجال في التاريخ، ايش دخلك بقى في الروايات والسند؟ واتهمت واسقط عقيده جميع المسلمين يؤمنون بها. ولهذا هذا جر الاخرين على اتهام فكره الامام صاحب العصر والزمان بالخرافه، فقامت قيامه علماء المسلمين. اذا كان مصدر التجرع على هذا الاتهام الخطير هو ابن خلدون نفسه، وطلعوا جماعة يعني لا لها الأيام هذه، أقول لك تروح تشوفه تقرأ إليه، تروح تشوفه ما أخذ المقالة من ابن من ابن خلدون نفسه. لأن ابن خلدون بين على وضعيته، لكن كل هاي الأصوات اللي تريد تفرق يريد شيء يفرق المسلمين أعلن به، وشيء يوحد المسلمين يخلي تحت الطاولة. أكو قبل يوم يعني أنا من على هذا المنبر أوجه الرسالة وشكري، شكري بكل محبة وبكل ود وبكل احترام إلى إمام مسجد قباء الشيخ صالح المغامسي لهذا الكلام الرائع بهالشهر الفضيل اللي يوحد. ولكن أقول ونوصل رسالتنا ومن هذا الموقع أقول للشيخ نحن نعتقد فيكم كإخوان كما تعتقدون فينا، لا نكفر بعضنا البعض، إحنا سنة وشيعة إخوان وكل واحد خصوصياته المذهبية، ولا نكفر بعضنا البعض. إمامنا الصادق سلام الله عليه يقول صلوا معهم والصلاة معهم في الصف الأول كمن صلى خلف رسول الله، صلوا في مساجدهم، عودوا مرضاهم، اشهدوا جنائزهم. ولذلك هالرسالة نقولها إلى كل علماء إخواننا أهل السنة، من نصلي خلفهم كفار، عاشا أن نخادع أنفسنا أن نصلي خلف كافر، وإلا هذه روايات أهل البيت ومنهجنا ما نكفر أحد، وكنا على الأخوة. والله يكثر من أمثال هي الأقوال التي توحد الأمة لا تمزقها. فلذلك شوف اللي يريد يمزق يتمسك ويتمسخر بعقائد الآخرين ومزق وشتت في هالأمة هذه. السيد الغريفي ينتقل إلى عنوان آخر، ينتقل إلى الداخل، عاد إحنا من صوبنا جهتنا، إحنا جهتنا احنا. يقول اكو عندنا عمدة روايات توحد الأمة على فكرة الإمام المهدي. يعني انا حقيقة جميل جدا ان تقرأ هذا النص في ان يوحد مشروع وحدة، اربع روايات بيننا وبين اخواننا اهل السنة احنا وهم متفقين عليها، تتقوم بها فكرة الإمام المهدي. الخصوصيات نتركها لكل واحد من عندنا، خصوصيات مذهبية. هذه الروايات يأتي بها السيد الغريفي، أولا رواية حديث العترة، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. شو تقول العبارة؟ لن يفترقا.
حتى يرد علي الحوض. شو المعنى؟ يعني ما يصير زمان القرآن موجود وأحد من أهل البيت مو موجود، ما يصير، لن يفترقا طالما القرآن موجود، أهل البيت موجودين على وجه الأرض، وأنا وياك لازلنا إلى اليوم نقرأ القرآن، يعني لن يفترق. النبي يقول لابد من حجة قائم على وجه الأرض من أهل البيت، لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. الرواية الثانية قال النبي صلى الله عليه وآله: الأئمة من بعدي 12 آخرهم المهدي. إذن هاي الرواية متواترة طبعا، يرويها أحمد بن حنبل، الترمذي، النسائي يروون هاي الرواية، كنا نتفق عليها، في اتفاق فيها، مشتركات نلتقي فيها. إذن من هو الموجود على وجه الأرض الذي لن يفترقا؟ صرحت الرواية الثانية وقالت اسمه المهدي. بعد انعضد بروايتين، رواية الثانية، الثالثة والرابعة: لا تخلو الأرض من حجة. رواية ثالثة، كنا متفقين أن ما يصير الأرض تخلو من حجة، ولو خليت لخربت، لانطبقت السماء على الأرض، إذا لازم واحد من الحجج موجود على وجه الأرض. الرواية الرابعة: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. أنا وياك وكل المسلمين نؤمن بهذه الرواية، إحنا ما عدنا عليها استفهام، بعض الناس عدهم عليها استفهام كبيرة، من هو الإمام؟ والله ما أدري. أنا وياك سيدة بتقول من هو إمامك؟ بيقول لك الإمام المهدي مباشرة، خلصت القضية عدنا. لذلك لو نقرأ الرواية هذه، الرواية الثانية، مؤكد أن الموجود على وجه الأرض من أهل البيت، ومن مات ولم يعرف مات ميتة جاهلية، هو إمامنا قائم آل بيت محمد. هذه الروايات الأربع يسميها السيد الغريفي بالقيمومة والديمومة، يعني قيام حجة على وجه الأرض. الديمومة يعني الدائم إلى يوم القيامة، ما يصير أرض تخلو من حجة. ويأتي بهاي الأربع روايات تتقوم بها حقيقة الإمام المهدي، وجود الإمام المهدي، حي يرزق موجود غائب عن الأنظار. هاي عقيدتنا وهي رواياتنا. لنتفق على هاي الروايات الأربع، مشروع وحدة، ونختلف على التفاصيل ما عندنا مشكلة، ونبتعد عن حالات التشظي والتأزيم. بعد السيد الغريف يطرح عنوان آخر، انجل الداخل: الجموح والجنوح. أي شنو الجموح والجنوح؟ يعني أكو عندنا جماعة تطلع حسدا منهم، أو طلبا للزعامة، أو طلبا للشهرة، أو طلبا للوجاهة، أو أطماع أموال، أو مشتهيات نفسية، يطلع يدعي أنه سفير مندوب عند تواصلي الإمام المهدي، ويضل من وراءه، ويجمع لجماعة ويحمل العلم، يلا ورائي ورائي، أنا وكيل الإمام المهدي. زين والمراجع؟ قال ماكو مراجع. كل واحد يرفع دعوة يدعي فيها النيابة أو السفارة يلغي المرجعية، وهذا أكبر ما يفضح هؤلاء. احنا عدنا شيء واضح، أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا الفقهاء، وننتظر ظهور الإمام صاحب العصر والزمان. لذلك هؤلاء، شوف اللي طالعين في هالزمن، غيركم أشجع منكم وأكبر منكم وأعظم منكم، وراح لمزبلة التاريخ. أنا أجيب لك أسماءهم. احنا عندنا واحد يسمونه أحمد ابن هلال الكرخي، تعرف هاي منه؟ هذا سفير إمام معصوم، سفير إمام معصوم. يعني اليوم إذا تقول لك هاي سفير الإمام العسكري، غير تقبله وتبجله وله هيبته، وصار سفير الإمام الهادي والحسن العسكري ومن أصحاب الإمام المهدي بعد غيبة الإمام، ادعى النيابة ضل. هذا خطير، ترى فتنة كبيرة، هاي مو واحد عادي،
طالعين لنا لهالايام هالحتاريش دلين اللي ما عنده عقل، لا دارس لا عقيده لا فقه لا يفهم القران، ايه ما يعرف يقرا، وطالع لك يقول لك انا مندوب الامام. هذا لين وكلاء ائمه، يعني تعرف عظمتهم، فتنتهم كبيره. ولذلك طلع توقيع من الامام صاحب العصر والزمان مباشره: احذروا الصوفي المتصنع احمد ابن هلال الكرخي. ولعنه الامام. الصوفي المتصنع ليش؟ يتظاهر بالتقوى والورع الشديد من أهل المحراب والدعاء والخشوع والبكاء. هاي منه يقدر يقول هذا على غلط؟ إذا شاف يقول هاي سفير الإمام. لذلك فتنة كبرى، ودلين ادعوا وراحوا إلى مزبلة التاريخ. ولذلك هذين اللي طالعين لا شيء تحت الذين خرجوا، النميري من أصحاب الإمام وادعى، الشلمغاني طلع وادعى، الحلاج، كلهم دلين كبار، كلهم كبار أصحاب أئمة، وكلهم ادعوا وكلهم راحوا إلى مزبلة التاريخ. واحد يسمونه محمد ابن علي، محمد ابن علي ابن هلال أو ابن بلال، هذا من أصحاب الإمام الحسن العسكري، وطلع أيضا ادعى وراح إلى مزبلة التاريخ، وراح أتباعه إلى مزبلة التاريخ. فلذلك هؤلاء اللي يطلعون لنا دلن وين دلاك اللي كل واحد طالع اليوم كلها أطماع وكل حسد، طلب للزعامة، طلب للشهرة. فإذا أيها الأحبة، هذه الإدعاءات لها أسبابها. من هذه الأسباب كما قلنا إلغاء المرجعية، حسد، طمع في الأموال، شهرة، وجاهة، زعامة. الإمام صاحب العصر والزمان صرح تصريح واضح يعتمد عليه الفقهاء والمراجع، تخلونه في البال وكثير ما تسمعونه. هذا احنا عندنا البيان الواضح، كل واحد يطلع يدعي انطابق كلامه بهالرواية ويكون جوابنا إليه بنفس ما مضمون الرواية: وسيأتي من شيعتي من يدعي المشاهدة، ألا ومن ادعى المشاهدة قبل الصيحة والسفياني فهو كذاب مفتري. هذا واضح. إذن عندنا ضابطتين، أي واحد يطلع نقول لها ما صارت الصيحة والسفياني، وما دام أنت تدعي النيابة أنت كذاب مفتري. إذن عندنا علامتين: الصيحة والسفياني. أكو واحد يسوي روحه ذكي طالع في العراق بعد يقول لك هم أنا سفير، قالوا له ما صارت الصيحة ولا السفياني، قال بلى صارت، لا أي السفياني، الأحداث اللي صارت في سوريا وكذا، وقام شوية يلعب يطلمس على عقول بعض الناس السذج. زين والصيحة؟ قال صيحة إسرائيل وكذا وإعلامها وكذا. شوف القضية هذه أحبينها. يوم من الأيام إجا واحد يبكي إلى الإمام الصادق سلام الله عليه، عاش فيك تبكي؟ قال أخاف على آخر الزمان، الأخبار اللي أخذتها من عندك أنا خايف على الشيعة، يعني بيبقى أحد ثابت، يوم بيطلع واحد يدعي يوم والإمام غائب، بيبقون ثابتين يعني أحد بينصر الإمام. فانكسر خاطره وقاعد يبكي. قال له تعال تشوف هذا اللي هنا. قال إيه أشوف؟ شنو هاي؟ قال هي ضوء الشمس. شوف الشمس؟ قال إيه أشوف الشمس. قال إن أمرنا أبين من الشمس، لا تخاف عليهم، يوم اللي يطلع السفياني ما في أحد يشك أنه السفياني، مو تروح تقلب لي الروايات وتسقط أحداث معينة على روايات وما فهم، لا، حتى الطفل الصغير يقول أي هاي السفياني. ويوم اللي يصيح جبرائيل بين السماء والأرض في 23 من شهر رمضان، ما حد بيقول لك كأني سمعت أو كأني سمعت صوت، لا، إن أمرنا أبين من الشمس، كن واضح ليؤيد بالتالي ظهور الإمام بلا شك ولا ريب وقطع كامل. فإذا احنا عندنا ضابطتين: الصيحة والسفياني. بعد اكو عندنا إذا يدعي على أنه سفير وكذا ولقاء الإمام، إذا هو كذاب مفتري. هنا ينقدح في عقلنا أمر هام جدا، يكون تلتفت لي لعل واحد يقول إنزين الذين يتشرفون بلقاء الإمام صاحب العصر والزمان كذبهم علماء فقهاء مراجع كذا.
وعندنا جزئين في بحار الأنوار 52-53 كل قضايا عن من تشرف بلقاء الإمام صاحب العصر والزمان. ما أقدر أنا بشخطة قلم أجي أقول هاي كل كذب، ما يصير. علماء فقهاء جزئين من قضايا الذين تشرفوا بلقاء الإمام، زين كيف نوفق بين من يتشرف ونقبل هذا وبين من يخرج فيدعي نقول لك كذاب مفتري؟ ينقل السيد محمد باقر الصدر نظام رائع في احتمالات الرؤية، يمكن لو تدور تقرأ عن هالموضوع، يعني تبغى تحسم انت الأمر، نقدر نشوف الإمام لو ما نقدر؟ أكو ناس قالوا نقدر، أكو ناس ما نقدر. أقول لك لا تتعب روحك، روح إلى احتمالات السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه، عاطي 7 احتمالات، احتمالات يعني إذا وقع واحد منها بحيث أنه جمعها حصرها، إذا وقع منها يصير كذاب مفتري، لو نقول لا تشرف بلقاء الإمام ونمضي هذا ونقبل هذا. نسمع الاحتمالات، وطبعا واضعين الرواية أمام عيننا، من سيأتي من شيعة من يدعي المشاهدة يعني يدعي السفارة، هاي واحد. قبل الصيحة والسفياني أيضا 2 و3، إذا كان هذا فهو كذاب، إذا ما كان نصدقه بأي احتمال؟ رقم واحد الاحتمال الأول، الاحتمال العام، الإمام صاحب العصر والزمان مع الناس كما يقول الإمام الصادق سلام الله عليه، يطأ بسطهم يمشي في أسواقهم. يوسف هذلا إخوته وقعدوا أكل وياهم ولا عرفوا، ما بالك أساسا شنو راح نعرفه؟ هاي أخوهم وجو، لما قال لهم أنا أخوكم يوسف، قال يوسف ما بالك بالإمام. الاحتمال الأول يرونه يعرفهم ولا يعرفونه، هاي الفرق، هذا الحد المطلوب العام، يقول هذا جائز وما يرى الناس ويعرف، فالناس قد تتشرف بلقيا بلا علم، أحد يدري يراه الفرق ولا تعرفه. الاحتمال الثاني أن أحدهم يتشرف بلقاء الإمام صاحب العصر والزمان فيسر ذلك إلى أن يموت، ما حد يدري، يكتم هذا السر بينه وبين الله. يقول احتمال يصير هذا، احتمال يصير، يقول وإذا صار جائز صادق هذا الإنسان مع نفسه ما يكذب. ليش؟ لأن الرواية تقول من ادعه، ما ادعى ولا تكلم لأحد، ولا على أنه جو الدعاء بأنه باسم الإمام أنا شفت الإمام، بينه وبين الله أكو احتمال يصير هذا الحدث، يقول إذا صار هذا الحدث أيضا هذا صحيح ولا يشمل الرواية. 3 أكو احتمال ثالث، يقول يجي واحد يشوف الإمام يعرف الإمام يقول للإمام عاد أنا الإمام صاحب العصر والزمان والقضية الفلانية حلها كذا وكذا وعندك الآية وعندك الرواية، يقوم هذا يطلع إلى الناس ما يقول شفت الإمام، إحنا نعطي كل احتمال، يطلع يقول للناس الحل هو كذا وكذا وكذا بحيث ما يعلن عن الإمام، يقول هذا جائز وقد يتحقق عند بعض الفقهاء عند بعض المؤمنين، لكن يبقى السر بينه وبين الله ولا يخبر بالإمام بس يخبر بالحل. يقول هذا لا تشمله الرواية، يجي يدعي من ادعى المشاهد وما ادعى هو. الاحتمال الرابع، وتلتفت وياي في الاحتمال الرابع وهو الفاصل المهم، الاحتمال الرابع يجي ويقول لك أنا تشرفت بلقاء الإمام صاحب العصر والزمان ولا أدعي لا نيابة ولا سفارة، نقول للدليل، قال هاي الدليل قاطع أمامكم معجز أو قطع يقيني، يقول الشهيد الصدر هذا يصدق، لكن عندنا مثال في التاريخ، ما عندنا مثال في التاريخ لحد الآن بهذا الشكل، طبعا
وهذا الشيء أتركه إليك أنت، بتصدق القضية ما بتصدقها شيء إليك أنت. لما تشرف بلقاء الإمام صاحب العصر والزمان وأعطى دليل أنه هو الإمام، ودليل قاطع، معرفة شغلة الرمانة والوزير أخفاها وكتب الطينة وكذا إلى آخره، وصار دليل قاطع من يهتدي إلى هذا الأمر غير يكون من ورائه توفيق من الله عز وجل. إذن أيها الأحبة، الموضوع الرابع يصدق ولا يشمله الحديث، لأنه مو جاي يدعي المشاهدة ولا السفارة ولا شيء، إنما يعالج قضية. زين، الاحتمال الخامس، الاحتمال الخامس هني يبدع عاد شوية، الروايات تشمل، يجي يوقف قدام الناس أنا لقيت الإمام المهدي، دليل؟ ما عندي دليل. إذن أنت كذاب مفتري، يشملك الرواية ما عندك دليل، لأن جاي تكذب على الناس. الاحتمال السادس، مو جاي بس ما عنده دليل، أنا سفير من سفراء الإمام المهدي، أيضا يقال له ما صارت الصيحة ولا طلع السفياني، أنت كذاب مفتري. يطلع لك واحد في الاحتمال السابع يقول لك أنا المهدي بكبره، هو مثل ما طلعوا في السودان، واحد لك في الشام، واحد لك في العراق، قال لك أنا المهدي. عاد هذا هاي الدليل طبعا متساقط وضوحا، أن الإمام من صاحب العصر والزمان له دلائل واضحة، فهو كذاب مفتري. إذن أيها الأحبة، هذه الاحتمالات السبعة تضع للإنسان حسم لقضية هل يمكن التشرف بلقيا الإمام، ومن جهة ثانية من ادعى قبل الصيحة والسفيان فهو كذاب مفتري. نسأل من الله تنا على هذه العقيدة. صادق سلام الله عليه يقول قد نخاف عليكم في آخر الزمان، يقول التزموا بهذا الذكر ولو في الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يقول هاي دعاء زمن الظهور، دعاء الإمام صاحب العصر والزمان، حتى لا يخشى الواحد شوية يتثبت على هالعقيدة. لكن كل هذا ونحن شوق إلى لقيا الإمام، كل يوم عدنا احنا ندبة، كل يوم جمعة عدنا ندبة للتشرف بلقيا الإمام صاحب العصر. وشنو اللي يحرك مشاعر الإمام غير العزاء على جده الحسين سلام الله؟ ذاك الشاعر يقول البدار البدار إلينا مولاي، بماذا أذكرك مولاي حتى تطلع تشرف بلقائك؟ يقول لا البدار آل نزار مولاي والزمان، يقول بماذا أذكرك حتى تطلع حتى نتشرف آل نزار قد ما بين بيض الشفار. عاد يبدأ الشاعر يذكر الإمام صاحب العصر والزمان بقضايا جده الحسين، تعطئ الرؤوس إن رأس حسين رفعوا على القنا الخطاري. بعد مولاي لا تذوق المعين واقضوا ضمايا، ليش يا شاعر؟ بعد ضام قضى بحد الغراري، لا تمدوا عن الشمس ظلا. هذا مؤلم على قلب الإمام المعذرة مولاي صاحب العصر والزمان، لا تمدوا عن الشمس ظلا، إن بالشمس مهجة المختار، حق ألا تموا علويا
بعدما كفن الحسين الذاري لا تشقوا لآل فهر. ليش ها ملقا بلا إقبال؟ لكن هذا البيت عظيم على قلب الإمام. هتكوا عن نسائكم كل خدرين، هذه زينب على الأكوار تنسى يا ليح أبوك حسين من طاح راسا قطع وتلاقفه بزان ورمى هجموا على خيام الأعاد وبن سعد صاع هجموا على حريما ذباح ليث الحريب انهترى حرقة وخيمكم والضعن شايال للشام بالنسوايا وظل جدك على الرمى. مولاي صاحب العصر والزمان انزل الكوفة وكربلا وانسف الشامات وانشد على الوقفات بدروازة الساعة وقل الفرات وقل الفرات حسين يمك بالعطش مات مايك لخليها بعد ما يجري صبيب آخ آخ يمتى يشع على العوالم نور طيبة يمحي الظلم والجار نور الله وحبيبه الله ويا ركن الديانة جار الدهايا دولت علينا أعدان كم داب تغض الضيم يمشكر علانا عجل يا غوث المعزمة طالت الغيبة طالت الغيبة والقلب من اشتعل نار جنك ما تدري صار يوم هجمة ودا اش سووا مولاي حرقوا وضربوا وانبتوا بالصدر مسمار ولطمة العين اعظام يا ابو صالح مصيبة ماذا يهيجك ان نظرت لوقعة الطف الفظيعة أترى تجي فجيعة بأمض من تلك الفجيعة يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج إمامنا صاحب العصر والزمان واجعلنا في خير وعافية يوم ظهوره أمان يجيب المصر
المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه. يا الله يا الله يا الله، من على مرضانا بالشفاء والصحة والعافية، من سألناكم الدعاء. الشيخ أحمد حسين، قلنا عليه بالشفاء والصحة والعافية والمعافاة. اللهم كن لوليك والعلماء والشهداء وخدمة أبي عبد الله. نودي للجميع ثواب الفاتحة.